السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا كاملين بخير. بغيت ندير هذا الفيديو على حساب خوتي، على حساب واحد خويا اللي عنده واحد المناسبه غدا ان شاء الله ديال الثلاث، وبغيت ندير عليه هذا الفيديو، غنقول عليه شي كلمات في الحق ديالو. بقاو معايا. المهم اخوتي شحال الناس كيسولوني، المهم ما كيترجعوش الفيديوهات ديالي تشوفوه. شحال عندي من خوتي؟ انا عندي خمسة. ربعة. علاش ربعة؟ وانا ياك وين نسيت. المهم راجلي قال لي ربعة، عندي خمسة قلت لكم حسبت راسي، راجلي قال لي ربعة وانيش انا ما نسيت، قلت لكم عندي خمسة حسبت راسي معاهم، معليش انا خت راسي. كاين خويا كبير، ما كبير غير الله، كبير عليا بعامين، عنده 36 عام، من بعد انا اللي دابا راكم عارفين انا صغير عليه بعامين. وكاين هاد خويا اللي غنهضر في حقه، عنده شي 29 عام، صغير عليا، هذا ولد امي ولد الوالده ديالي الله يرحمها. المهم وكاين اختي لا يخليها ليا، عندها 26 عام، وكاين خويا اخر عنده يمكن 21 عام، صغير كاع فينا. هاد الثلاثة هادو خوتنا ولكن اولاد الام ديالنا الله يرحمها. ما شقيق، خويا شقيق عندي غير انا وخويا الكبير، من الاب والام الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم. المهم خويا ولد امي كان مزوج وما كتبش، ما مفاهمينش، ربي كتب المكتب ديالو. صافي ما بقاش مع ديك البنت، حتى هي الله يعمرها دار، وما بقاش معاها. صافي ما غاش ندير التفاصيل، وديك البنت الله يعمرها دار، والمهم خويا حتى هو الله يعمرها دار. وغدا غادي يمشي يجيب المراه ديالو، غدا الثلاث غيمشي يجيب المراه ديالو من واحد البلاد بعيده، بعيده علينا شي 4 سوايع. وعيا فيا، عيات فيا اختي، عيو فيا خوتي، يلاه نمشيو. خويا الكبير هو ما غاديش يمشي، هكاك داير، ما كيمشي فين، ما كيتغدى في الطبله مع حد، ما كي، مهم هكاك داير الطبع ديالو هكاك. المهم هي هذيك، وعيو فيا باش غادي نمشي، وخويا عيا فيا باش غنمشي معاه، ما نقدرش. قال لي اختي انتي في المرتبه ديال الام ديالي، وما كنقدرش، انا راني مريضه وراهم عارفين، واختي راها عارفه كتقول لي اختي فين غادي تمشي، راها مريضه طايحه. هو تيقول لها لا تمشي معانا، راني مريضه خوتي، بالفرح انا نمشي معاه بالفرحه. هاد خويا فين ما بغيت شي حاجه راه في جنبي، واخا انا قبيحه مع شي مرات يسمح لي، فين ما احتاجيتو غير نقول ليه الو راه معايا ديما. لا راني مريضه نعيط ليه، راني في السبيطار 3 د الليل 4 د الليل، الو خويا راه معايا. فين ما عيط على هاد خويا كنلقاه، هاد خويا بالضبط هو وحنين. الصراحه المحنه ديالو كتر من خويا الشقيق، كتر من خويا الكبير عليا، خويا اللي ولداتو لي ما وبا، هذا كتر منه في المحنه الصراحه. خويا الاخر كبير، المهم هكاك داير التصرفات ديالو هكاك، ولكن هذا فين ما تلقاه تيقول لي اختي غير عيطي لي، شحال ديال الخير دار معايا وشحال ديال الخير درت معاه، معليش ما نتحاسبوش حنا خوت، ولكن فين ما بغيتو راه في جنبي، فين ما عيطت عليه راه في جنبي، فين ما احتاجيتو لشي حاجه راه في جنبي. كاع خوتي هكاك، ولكن هذا كتر، هذا مفضل، هذا مفضل. وسميتو محمد، محمد دازت عليه حتى هو مسكين في الدنيا، كما قال لي قالها كانت كلا واحد الضربه مسكين شحال هادي. المهم رجع من الموت، ايوا الحمد لله، ربي طولو في العمر، وكيخدم بدراعه الخبز ديالو يوميا، يجيب القوت اليومي ديالو فين ما كان القوت اليومي ديالو، داك النهار غادي يجيبها ياكلها بالحلال. الله يخليه لينا، الله يحفظه. كنتمنى لك اخويا مسيره موفقه، الله يوفقك في حياتك. رشاد باهم وقف معاهم، راجل امي وكاري ليهم وبدارهم قداش، وكاري ليهم تيصرف عليهم، حتى هو كيخدم. وهذا عياو فيا غادي نمشي، راك عارفه خويا انا مريضه،
اليوم اخوتي ديال الاثنين، المهم درت لكم شي الفيديو هكا، رميت لكم الفيديو اللي درت البارح ديال الحد فاش خرجنا. اليوم مشيت درت تحاليل ديال على المهم فقر الدم، درت تحاليل ديال فقر الدم. عندي فقر الدم نورمالمون حنا خص يكون عندنا 12، انا اخوتي عندي 7 تقريبا 7 8 هابطه، المهم 7. الخزان ديال فقر الدم قال لي الطبيب خص يكون عندنا حنا نورمالمون في 30، انا عندي في 5 يا خوتي. راني كنتقاضى يا خوتي وما عرفتش المرض ديالي فين هو، ما عرفتش المرض ديالي شكون، ما عرفتش المرض ديالي سميتو، ما فهمت حتى حاجه ولا عارفه شي حاجه تقولها لاخوتي. قال لي الطبيب راكي في الخطر، قالها لي في هذه الكلمه هذه اللي لقى عندي دار لي تحاليل جينيرال، لقى عندي السكر الخزان ديال السكر مزيان، كل شيء مزيان غير هذا العصب. المهم العصب حالة ديالي راها تماك، الحالة ديالي ما عرم عليها إلا الله. المهم قال لي زينة راكي في الخطر بزاف، علاش؟ الخزان ديال فقر الدم هابط 5، ما يمكنش ما يمكنش. راه قال لي يمكن يوصل لك 3 ولا 4 غطيحي غيبوبة تقلبي عينك هكا في السماء، ما الله يستر يا ربي. والفيتامينات دار لي تحاليل عاود، واش ناقصين لي شي فيتامينات؟ جميع الفيتامينات مخيرين 100% هما هادوك، ما خاصني حتى شي فيتامينه ما هبطالي. هاد فقر الدم هذا ما فهمت حتى شي حاجه، ما خليت ما درت. كيقولوا لي الناس الباربه الكبده ديال الدجاج، واخوتي راه كناكل غير حاجه مخيره اخوتي، راه ما خاصني حتى حاجه كنقولها ونعاود. والناس كل واحد اش تايقول لي ديري واكل شي كناكلو يا اخوتي، كناكل غير حاجه مزيانه، اكل شي كتشوفوه كل شي كتعرفوه. وانا اخوتي البارح قيلت في الشرجم اخوتي ما كيدينيش النعاس، ما كنعش ما كنشوفش النعاس، الوسواس قهرني، غتموتي غديري غيطرطق لك العرق في الراس. قبيله تلاقينا انا وبنت عمي في الطبيب، كنت عارفه بلي غتجي حتى هي مسكينه حامله قريبه تولد، الله يفكو حيلها على خير. هي اللي مرضتني تقريبا نص مرض ديالي، هي اللي مرضتني هاد بنت عمي عزيزه بزاف، مرتبط ديال الاخت ديالي، مرضتني في صحتي هاد المراه نيشان. ملي كانت مرض كنمرض انا اكثر منها، وجلسنا هكا عند الطبيب فين كيوزلوا تيعبروا الطونسيون، واحد الامبيلونس دايزه وقلبي طار في السماء ورجع. قلت ليها كيحساب لي هاد الامبيلونس انا اللي هزه ايرجونس غتمشي بيا للسبيطار. قالت لي زينه انت راه غتخمان والوسواس اللي غادي يقتلك. قالت لي صفاريتي وليتي حالتك زراقيتي الله يستر، والله كتشوفي. قالت لي زينه راه خلعتيني. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله، كلشي في يد الله. واحد تحيه لخوتي كبيره اللي كبروا بيا بغاو يديوني معاهم، وفوق ما شراو مساكن شي حاجه، فوق ما شراو شي حاجه حيت صفت لهم باهم الله يكثر خيره ويخلف عليه واحد المبلغ باش يقضيو به، باش يمشيو يديو صداق البنت، باش نهار الخميس عاد يرجعوا. غنديروا حنا الغدا ديالنا هنا عند خالتي، نديروا العشاء ديالنا هنا عند خالتي، غادي نتجمعوا عند خالتي. صفت لهم واحد المبلغ باش يكونوا، باش يصوموا، باش ايوا عمروا الدار، عمروا التقضيه، عمروا ما نقولش لكم الخير موجود، الله يكثر خيره على الوالد ديالهم ويخلف عليه. وبكات دموع الدم على الوالده ديالي الله يرحمها. ايوا هادشي اللي مقدر عليها الله، هادشي اللي مقدر عليها سيدي ربي، الحمد لله داها الله، والله بغاها الله خلقها والله داهم بجوج، لا هي لا الوالد. هادشي اللي كاين ومساكن فوق ما شراو شي حاجه خوتي تيصونيو عليا شنو شرينا ويصوروا ليها شنو شرينا. تا بالدجاج اخوتي تخيلوا تا بالدجاج صوروه لي مساكن، شرينا هادي شرينا هادي. البيت ديال خويا فين غادي يكون هو الزوجه ديالو ان شاء الله، الله يكمل عليهم بخير، صوروها لي. ها اختي شنو وجدنا في ماريو، ها شنو وانا هاد البنت هادي كنقول لاختي، راه قلتها لاختي قلت لها قوليها ليها قبل ما تجي عندنا شوفوها، قولها ليها قولها راه اختي الكبيره خياطه، وحتى اختي خياطه، ولكن اختي تدور من جهه الخياطه حيت عندها البز، وانا الخياطه كاينه عندي في الدم. قلت لها نخيط لها وراني مخيطه لها ونخيط لها وكل شيء غنديروه ليها غير تقبل علينا وتولي بحال اختنا، وحنا ما نخليوهاش بلاش. ملي تجي غادي نديوها للسوق وتشوف داكشي عاد اللي خصها، ونديروا معها داكشي اللي تستاهل، وزيد وزيد ان شاء الله. كاينين ليا من القدام اللي غنضحكوا ونديروا فيديوهات وهذا، نخرجوا جماعات وكل شيء انصومبل وهذا. والمهم تحيه ليه كبيره لهاد خويا، تحيه ليه كبيره، ديما كنلقاه قلت لكم حدايا ديما راه مزيان معايا، الله يخليه لينا الله يحفظه. يلا اخوتي بسلامه عليكم. وهي هذا الفيديو ديالنا في 10 دقائق،
طولت عليكم اخوتي وسمحوا لي، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.